انت عارفة ان في عادة في جزيرة كده في جنوب المحيط الهادي، في قبيلة، الشاب والفتاة بيروحوا لعمدة القبيلة. كل شاب وكل فتاة. الشاب وكل فتاة بيروحوا لشيخ القبيلة ده، بيطقش دماغهم في بعض، ده ليه؟ وبكده يبقوا يتجوزوا؟ اتجوزوا. في فعلا حاجة كده. اه لا، بيضربوا العروسة براسها يغمى عليها فعريسها يشيلها. اه دي المعلومة اللي أنا عارفاها يعني، لا حول ولا يشيلها قوة وإن إلا كده بالله. اتجوزها خلاص عشان تفوت اللي في الشارع مرة واحدة. يعني بيغمى عليها. بيغمى عليها بالظبط، وبياخدوه وبيشيلوها فعلا، بيشيلها عريسها وبيوديها بقى عش الزوجية اللي بيبقوا عاملين تقريبا بيوت بقى في الحتت دي، القش كلها. أنا شفت حاجة كده أعرفها من زي يعني في فيلم، وقريت عنها فعلا زمان. واكيد ما هو هنا برضو المعلومه اللي عندنا دي، لما هيتقشوا دماغتهم في بعض اكيد هي هيغمى عليها أكيد هيغمى عليها أكيد. وهيشيلها أكيد برضو. برضو ده نفس في الحاجة. معلومه تانية قلناها برضو في حلقه تانية، ان ابو العروسه في بلد برضو معينه بيشيلها لغايه بيت العريس. يعني لو هي في بولاق وهتسكن في مصر الجديده يشيلها. هل لهذا السبب الست بتبقى حريصه دايما انها بتحافظ على وزنها عشان الموقف ده بالتحديد، ولا يعني عموما؟ هو عموما الست بتحب تحافظ على وزنها، ده عموما يعني انا بحاول احافظ على وزني. انا بحب اكل جدا وبحب الشوكولاتات مثلا جدا يعني، فعندي مشكله مع الشوكولاته بصراحه. يعني لما اكون فتره قاعده مثلا ما عنديش حاجه لازم اكل شوكولاتات كتير، فده ده الوقت اللي انا بتخن بملى سنه فيه. بس انا مش من النوع اللي لا لا خالص، انت من بتخن. اول ما طلعتي طب الحمد انت لله وانت طلعت محافظه على وزنك. ايه اخبارك انت؟ في ايه؟ انا ما بتشالش. انت بتتشال؟ ما بتاكلش شوكولاتات؟